مرحبا إخواني الرياضيين، هل ممكن أنه لاعب وبالذات أرجنتيني ومثل منتخب الأرجنتين ممكن يرفض عرض لمزاملة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين ولاعبها الأسطوري؟ نعم يوجد الأمر، يتعلق طبعا حسابات خاصة، يعني هو مو يرفض مجاورة ليونيل ميسي لكن الأسباب خاصة به. يعني فمدافع مانشستر يونايتد السابق الأرجنتيني ماركوس روخو رفض عرض من نادي انتر ميامي الأمريكي اللي يكون النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام شريك فيه. وطبعا روخو تلقى اتصال طريقة يعني ليست رسمية من زميله السابق، لأنه مبتعد عن منتخب الأرجنتين قائد ليونيل ميسي، حاول يقنعه بالانضم إلى أنتر ميامي، لكن روخو أصر على عدم الانتقال من ناديه بوكا جونيورز الأرجنتيني، وهو عنده يعني طلب من الإدارة السماح للبقاء حتى نهاية عقده اللي راح يكون في 2025. طبعا أسباب خاصة بي، بعض مصادر مقربة منه قالوا أنه ما يحب يخرج من الأرجنتين في هذه الفترة. كذلك الأمر مثل ما قلنا، هو ما رافض أنه مزاملة أسطورة الأرجنتين، أسطورة بلاده وزميله بنفس الوقت السابق، بس هو عنده هذا الرغبة بالبقاء بالأرجنتين، بدليل أنه رفض كذلك عرض من نادي بالميراس البرازيلي الشهير. فإذن الرجل هو ظروفه الخاصة. فلهذا قلت لكم أنه من الصعب أن تجد لاعب وبالذات إذا أرجنتيني وفوقها هو زميل ليونيل ميسي سابقا يرفض مجاورة وتياغو. لكن أحيانا اللاعبين عندهم كثير حسابات، طبعا هي رياضية ومادية وحياتية كذلك ونفسية، تجعلهم يرفضون بعض العروض اللي قد تكون هي مثالية بالنسبة لهم. فلهذا روخو رفض هذا العقد. تحياتي لكم.